بونجور، مرحبا بكم في ماشان برينسا كيتشن. اليوم راح نديرو دي برغر رابيد، نسحقو شوية معدنوس، شوية بصل مسكرفش، دو كويارا كافي تاع بوافر نوار، دو كويارا كافي تاع التوم اون بودر، دو كويارا كافي تاع لو سيل، 200 غرام تاع صدر دجاج مرحي، زوج حبات طماطم وشوية شلاطة. نسحقو تاني الفرماج سبيسيال برغر والخبيزات تاع البرغر ديجا واجدين. نحطو قاع لي زانغريديون تاعنا مع الدجاج المرحي ونخلطوه بيدينا. اون فورم لي رون دو ستاك هاشي تاعنا بان بورت بيس مدور، نسقمو كيما راكم تشوفو باش يجينا لو ستاك هاشي مدور وشباب. نقلهم دي دو كوتي في مقلة فيها شوية زيت ونبداو نعمرو في لي برغر تاعنا. تو دابور انا هنا ندير لا موتارد، نايطاليها لا بروميير. تقدروا ديروا دوت خصوص ايغالمون، سي سولون واش تحبوا. نحط لو ستاك هاشي بولي تاعي ونزيد نحط فوقه الفرماج وندخلوه الميكرووند يدوب دوران 30 سكوند. شوفوا لو فرماج بعد ما داب ونكملوا لو مونتاج تاع لي برغر تاعنا. فوق لو فرماج نحطوا اون رونديل تاع لا طوماط ونحطوا لا سالاد. نغلقوا البرغر تاعنا ونشدوه بان بيكون بوا. Et voilà, on a atteint la fin de la vidéo. C'était rapide et efficace. C'est parfait. Fliamat li tkouni ayana fihom oula mchroula. Ma tinsawch ديروا لي ان بتي لايك لا فيديو اذا عجبتكم ونتلاقاو dans une autre recette.